حاولنا انه ما نحبهاش كلمه رد اعتبار، لانه كل اعتبار ليهم النساء هذوما المنسيات. كما كنت نحكي توا، ننساهم تاريخ، نساتهم الحركه الوطنيه، حتى مش حتى الجينيراسيون هذه، حتى الجينيراسيون تاعينا ما يعرفوهمش. الورا انا حاولت انا والمجموعه اللي معايا انه نعملوا عمل مسرحي، الفابل نتاعو مناضلات جداتنا، اللي اذا كان جداتنا بالقيمه هذيك وبالقوه هذيك، ما نجمش تكون مراه تونسيه ماهيش رائده معناها. الورا بكل فخر واعتزاز وبكل حب حكيت على هما 16 مرأة في الأصل، أما أنا ما نجمش نطلع 16 مرأة، العمل يطلب بيجي كبير. ألور طلعت 4 وحكيت على البقية، على 12 أخرين. الحكاية كما شفتوها معناها في معناها كان ردة الشهداء يعودون، كانوا ردة إليهم الحياة. يا أخي لقاو رواحهم ما يعرفهم حتى حد، قروا باش يهجوا، كمشوا للمطار غلطوا في البوابة، كل ديستيناسيون جي ما ينجموش يغادروا البلاد على خطرهم رجليهم في البلاد، خطر مغروسة رجليهم في البلاد. وهذه قوة النساء هذوما، خطر احنا لخصنا لماكسيموم الأحداث الكبيرة. كان تطلعوا عليهم تعرفوا قداش هم كبار النساء هذوما، قداش محليهم. أحلى حاجة فيهم أنه الوحيدة اللي قارية فيهم هي زكية بنت البي. هذوك ما كلهم محجوبات، محجوبات هزوا سلاح وطلعوا للجبل ندا للند مع الرجل، وقاوموا قاوموا قاوموا باش يوريك اللي النضال ما وقت اللي تحك ركب وتولي الحكاية فيها دونجي على بلاد، الوطني هو اللي يثني الركبة ويطلع للجبل. شكرا على الحقيقة على ما هذه تجربتي مع مدام دليل قريب توصل 30 سنة معناتها. معظم الأعمال اللي خدمتهم كل معناتها هذه معناتها إضافة جديدة، وبرسك خدمنا على معاناة المرأة في برشا أعمال معناتها، يعني كما قلب الرحى، كما النفس، مسرحية النفس، يعني معناتها النساء اللي مضطهدات ومسجينات، وحتى كي بيجوا يخرجوا للدنيا والفوا بالاضطهاد هذاك اللي ولا في حياتهم اليومية، معاناة المرأة، كل القضايا هذه طرحت في بعضها برشا مساحات خدمناها من قبل. العمل هذايا معناتها بقينا محسوب عامين نخدموا فيه، لأنه مدام دليل ديما تخدم على المشروع. المشروع يلزم يكون كي يوصل المتفرج يكون في أبهى حلة. نقول واحد خدمة مع الفنانة دنيا مناصرية الكتابة، وبقات معتها 4 مرات معتها تكتب وتعاود تكتب وتعاود، وما دام اللي تقول لا وتزيد تعطي مراجع كذا. علاش؟ لانه ثم اعمال اللي هي ماهيش معتها هينه، خاطر بلغتنا نحن ولبلاجتنا الزلقه فلقه في الاعمال اللي هي توثيقيه نوعا ما، اللي تحكي على مناضلات معتها نساهم التاريخ. وحبينا نخدموها معتها في عمل فني برؤيه اخراجيه فنيه للفنانه دليل المفتاحي. كانت لي تجربة وإضافة حلوة برشا في دور الديواني، حاولنا خدمنا معتها في الشخصية هذه بكل كل حب. تقول أنت توجعت، أنا توجعت أنه ما لقيناش حاجات صحيحة. لماذا؟ علاش ما كتبهمش التاريخ؟ أنا قلت قبيلة ممكن التاريخ يكتبوه رجال الساسة، ويمكن في الفترة هذه كما يساعدهمش أنه لما تساعدوا ما يبان وجههم للضوء، وكما تاريخنا تو يكتبوا رجال اخرين للساسه تو تطمس. علاش احنا جبدنا مع الديواني احداث خبز واحداث حوض المنجمي واحداث احداث والخامس الاسود واحداث ثوره 17 ديسمبر ولا شنو؟ علاش ذكرناهم احنا؟ على خاطر هذوك ما شهداء، ولازم يدين ديما نقولوهم، لازم ديما نحكيو عليهم باش ما يندثروش. ناكد لك 5 سنين اخرين ما عادش تسمع بيها، لو كان ما فماش حاجه مكتوبه وموثقه، ولا فيلم موثق عليهم، ولا كتاب يخرج عليهم، اتاكد لك انه الجينيراسيون اللي باش تتولد توا، حتى توا اللي عمرها 5 و6 سنين، اللي قدام شويه ما عنده عليهم حتى شيء.